بكل مسرى ومجالي. وينك يا الشريمي؟ هد هد. شكرا لمحمد الشريمي، شكرا للزملاء اللي كانوا معاه على المسرح، اداء جميل. شريمي ايش فيك؟ هديت انت تفاحتك؟ لا هنا ترى ابو مسفر بيكون كريم جدا معك، لا لا تشيل هم، بيعطيك ان شاء الله النقد المناسب البناء طبعا ان شاء الله. المايك عندك ابو مسفر. ابو فايز معليش، محمد يستاهل الكرم والله. محمد في صفه رائعه جدا جدا كممثل، وهي انه لما يعطي الدور يعطيه حقه كامل، يعني تقمصه للدور، تجاوبه مع الممثل اللي معه، رده، سرعه بديهته، هذه صفه رائعه فيه. المشهد يمكن يعني اعجبني في شيء مهم، وهو تصاعد اداء مهند صراحة اختلف أداءه. مهند يمكن أعرف أنا من أول، لكنه يمكن إذا فيه من فوائد البرنامج اللي شفتها بوضوح تغير أداء مهند. يسمعني هو كل ما كان الممثل يعطي بأريحية وباستمتاع كلما كان أداءه أفضل، وهذا بالضبط يا مهند اللي نشوفه مع محمد الشريمي. محمد لما يعطي يعطي براحة، لذلك محمد يمكن قلتها سابقا من الصعب أنك تقيده بحركة بنص، صعب يعني صعب التعامل معه، لكن ممثل مبدع، حطه في المسرح وقل عطني الشيء هذا ويعطيك اياه وانت مرتاح. فأداءه كان رائع، تقمصه كان رائع، سرعه بديهته كانت حاضره بشكل كبير. انا اتمنى لهم التوفيق، ونفس الشيء انا والله ما ودي اخسر واحد منهم ولا اخسرهم البرنامج، لكن اتمنى لهم التوفيق باذن الله. الله يعطيك العافيه يا مسرور، شكرا لك. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافيه.